السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أنا ميرا من قناة ميرا كرافتس للأعمال اليدوية والخياطة. وفي البداية، إذا كنت أول مرة تشوفون القناة، أتمنى تضيفون القناة وتفعلون جرس التنبيه حتى يصلكم كل فيديو جديد. وأتمنى تسعدوني بلايك وتعلقون على الفيديو إذا حبيتوا، لأن رأيكم يهمني. يعد مشروع أملاح نقع القدمين من المشاريع الناجحة، وممكن عمله من المنزل. وفي هذا الفيديو حطيت لكم ثلاث طرق لأملاح نقع القدمين، وتعتبر من أفضل الطرق ومكوناتها متوفرة بأغلب المنازل. وأول طريقة للأملاح، نصف كوب ملح هملايا الوردي ونصف كوب ملح البحر أو ملح إبسوم، والأفضل يكون ملح إبسوم، وراح تلاقونه في الصيدليات لكن ما كان متوفر عندي، ومبشور برتقال جاف، وعشر قطرات زيت برتقال الأساسي، ولون طعام برتقالي، وممكن الاستغناء عن اللون. تقدرون تضاعفون المقدار إذا كنتوا تبون أكثر. والمفروض نهتم بالعناية بهذه الأقدام التي وهبنا الله والتي تعمل طوال الوقت. وأفضل الطرق للاسترخاء والعناية بالأقدام هي نقع القدمين في حمام دافئ جدا مع أملاح مملوءة بالزيوت الأساسية العطرية. واغلقي عينيك واطلق العنان لخيالك وفكري بأشياء إيجابية. ومن أفضل الأملاح لنقع القدمين أملاح البحر وأملاح إبسوم، وهو الملح الإنجليزي، وأملاح الهملايا، وأملاح البحر الميت. فوائد زيت البرتقال الأساسي: يرفع المزاج ويقلل التوتر ويعالج الأمراض الجلدية ويقلل الألم أو الالتهاب، ويضيف رائحة لطيفة إلى أملاح نقع القدمين، وهو مطهر ومضاد للالتهابات. ويعمل زيت البرتقال على زيادة فيتامين سي في الجلد، وهو أمر ضروري لنعومة الجلد، ويحسن حالات الجلد والبشرة ومكافحة الأمراض. وخلال نقع أقدامنا في هذه الأملاح راح تحسون كأنكم في منتجع صحي. ويمكن أن يساعد نقع القدمين في ماء دافئ وملح في تخفيف أوجاع القدمين وتقليل الالتهابات. والماء المالح مطهر طبيعي، وهو مثالي لأي خدوش حدثت لأقدامك من الحذاء أو أثناء المشي. وكذلك يساعد الملح على تليين الجلد الميت، ويمنع حدوث أي نوع من أنواع فطريات القدم الغريبة التي يمكن أن تلتقطونها بدون علمكم. وتساعد بيكربونات الصوديوم وإضافة القليل من الخل للماء على إزالة الجلد الميت، وتقليل الحكة وتنظيف وتعقيم القدمين. وتساعد الزيوت الأساسية المضافة للملح مثل اللافندر والنعناع وإكليل الجبل على ترطيب القدمين وتطهيرهما. والأعشاب المستخدمة فهي مهدئة وتقلل الالتهابات والبقع الحمراء على الأقدام. ويستخدم نقع القدمين للمساعدة في علاج تشقق القدمين وتقليل الآلام وإظهار بعض الحب لقدميك. والأفضل دائما الابتعاد عن المكونات التي تحتوي على مواد كيميائية، والاتجاه لاختيار مواد عناية بالبشرة طبيعية وعضوية بالكامل. ومدة حفظ هذه الأملاح 6 شهور، وتحفظ في زجاجات محكمة الإغلاق، وعند الاستخدام يؤخذ منها بملعقة نظيفة. أملاح القدمين رقم 2، نصف كوب ملح البحر أو ملح إبسوم، والأفضل يكون ملح إبسوم، ربع كوب بيكربونات الصوديوم، وبراعم أو زهور لافندر، وعشر قطرات زيت اللافندر الأساسي، ولون طعام بنفسجي وممكن الاستغناء عنه. تساعد بيكربونات الصوديوم على إزالة الروائح الكريهة والفطريات من الأقدام. ممكن إضافة خل التفاح لماء نقع الأقدام، حيث يساعد على تقشير الجلد الميت ومكافحة الفطريات والروائح الكريهة. ومن فوائد زيت اللافندر للبشرة: ينقي البشرة من السموم الموجودة فيها، وينشط الدورة الدموية، ويعالج الإكزيما، ويخفف آثار لدغة الحشرات
ويعالج حروق الشمس ويمنح البشرة تغذية عميقة ويجدد خلايا البشرة. استخدمت ألوان طعام للكيك من ماركة ويلتون، وللأسف ما ظهر اللون واضح. بعدها استخدمت من ماركة ثانية وطلع اللون واضح، بس حاولوا أنكم ما تكثرون اللون، يكون لون خفيف أفضل. وحتى أحصل على اللون البنفسجي خلطت لونين، الأحمر والأزرق. الأملاح رقم 3 سميتها أملاح الأقدام الصحية، وهي ربع كوب ملح البحر أو ملح إبسوم، والأفضل يكون ملح إبسوم، وربع كوب بيكربونات الصوديوم، ملعقتين أوراق شاي أخضر، وملعقة أوراق نعناع مجفف، وعشر قطرات زيت شجرة الشاي الأساسي، وعشر قطرات زيت النعناع الأساسي، ولون طعام أخضر وممكن الاستغناء عنه. وفوائد زيت شجرة الشاي الأساسي للجلد: يعالج البشرة الدهنية ويخفف حكة الجلد. ومعروف عن زيت شجرة الشاي خصائصه المضادة للالتهابات، حيث يمكن أن يساعد في تخفيف الحكة والالتهاب الذي يسببها. وفوائد زيت النعناع الأساسي للجلد: يعمل على منح البشرة الجافة الزيوت الطبيعية التي تحتاج إليها ويعيد لها التوازن، ومفيد في التخلص من البقع الداكنة والشوائب، ويعمل على تفتيح البشرة وتوحيد اللون، ويحتوي على المركبات القابضة التي تعمل على تبريد الجلد ويخفف من الحكة. وزيت النعناع يساعد على الشفاء، وبالتالي فإنه يعالج بفعالية الجروح الطفيفة ويقلل الندوب، ومضاد للالتهابات ويعالج الألام التي تسببها البثور الكبيرة. ولكن ليس كل الأشخاص مناسب له نقع الأقدام بالملح، فمثلا مرضى السكري والأشخاص الذين يعانون من مرض تجلط الدم الوريدي الحاد يجب عليهم تجنب نقع الأقدام بالملح. كذلك المصابين بالتهاب المثانة الحاد وارتفاع ضغط الدم واضطرابات الدورة الدموية، وممن يعانون من الدوالي أن يبتعدوا عن حمامات الملح الساخنة والدافئة.
والأفضل استشارة طبيبك لتقليل المضاعفات. ويعد مشروع أملاح نقع القدمين من المشاريع الناجحة والتي ممكن عملها من المنزل. من أهم الملاحظات كتابة تاريخ الإنتاج وتاريخ الانتهاء ومكونات الأملاح. وفي طرق عديدة للتغليف، مثلا تضعونها في زجاجات أو في أكياس بلاستيك أو أكياس من القماش. وحطت لكم في آخر الفيديو بعض الأفكار لتغليف الأملاح. ولا تنسون تحطون بطاقة لطريقة استعمال الأملاح، وحلو أنكم تسمون الأملاح، مثلا تكتبون أملاح للاسترخاء وأملاح للاستمتاع وأملاح لأقدام صحية. أنا أضفت إلى صندوق الأملاح كريم لتشققات القدم، راح تلاقون طريقته في القناة. شاكرة لكم حبايبي على المشاهدة، وأتمنى ما تنسون اللايك والاشتراك في القناة، وأتمنى منكم مشاركة مقاطع الفيديو مع أصدقائكم وفي قنواتكم على برامج التواصل. مع ترك رابط لقناتي، وأرجو منكم وضع تعليق لطيف جميل مثلكم أسفل الفيديو.